7 أعمدة رئيسية لبناء البيوت السعيدة المتناعمة اللي تنسى فيها أي خلاف أو طلاق. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برنامجكم ابني بيت سعيد مع دكتور أسماء سعيد. البيت بيتبني أول عمود فيه ورئيسي هو الستر. يعني إيه؟ البيت اللي بيتقفل عليه بمشكلاته بكل ما فيه تعرف إن البيت ده هيبقى سعيد. ليه بقى؟ لأن لما بتحصل مشكلة ما بين الزوج والزوجة هما الاتنين بيختلفوا وبيزعلوا من بعض، وبعد كده لما بيتصطفوا بينسوا لبعض كتير جدا جدا جدا، وعلى شرط هما اصلا متقبلين عيوب بعض. المشكله فين؟ المشكله لما الزوج والزوجه يختلفوا مع بعض او تحصل ما بينهم مشاكل، يروح الزوج يحكي لمامته لاخواته لاهله، وهي تروح تحكي لمامتها واخواتها واهلها. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه خالص الاهل هما مش بيحبوها بدرجه حبك، فمش هيتغاضوا. فممكن لو حد فيهم مش سوي فممكن يدوك معلومات غلط تضرك في علاقتها معه. نفس القصة، والاخطر من ده ان لما انتوا الاتنين تتصالحوا هم الاتنين الاهل ده والاهل ده عمرهم ما هينسوا. والخطر التالت في الجزئية دي ان انت بتطلعي سر جوزك بره وانت بتطلع سر مراتك بره. دي كشف عورة. طالما مراتك فيها عيوب ولا فيها ولا فيها، اسكت ما تتكلمش، ابدأ زبط معاها واعمل معاها. لكن تطلع وتطلع اسرارها وتطلع فضيحتها بره وانت نفس القصة، جوزي بيعمل وجوزي ايه ده. انا ببقى قاعدة مع ناس علي دي عمالة تقول على جوزها كلام ما يتقلش، دي قلة ادب. انت ما تستهليش انك تبقي في بيته لما تطلع على جوزك كذا وكذا وكذا واخدينها بضحك. ضحك ايه؟ الستر هي من اهم مقومات البيت السعيد. من اهم مقومات البيت السعيد كمان التغافل، ان احنا ما نقفش لبعض على واحدة. يعني ايه؟ مفيش انسان كامل. طبيعي ان انا جوزي عنده 90% ايجابيات بس ممكن في 10% سلبيات، ما اقفلوش بقى على السلبيات وانت 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 وانت، لا، اشكر الايجابيات هتزيد وتغافي عن السلبيات هتختفي. وده بيلغي ايه؟ كشكول الشكر. فاكرين لما قلت لكم انا واحده بتقول انا عالجت حياتي كلها دكتور بالشكر؟ هو ده كتابي، عايز اقول لكم بصوا عامل ازاي. لازم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم اقعد مع ربنا. يا رب مثلا اهي، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله على نعمة ان انا مثلا جوزي فيه مميزات كذا ومميزات كذا ومميزات كذا ومميزات كذا، واعمل نفسي مش واخده بالي السلبيات. هتلاقي بعد كده والله بوعد ربنا لان شكرتم لازيدنكم، هتلاقي الحاجات الجميله بتزيد والحاجات الوحشه بتقل. في حاجتين مهمين جدا للود والرحمه والجمال اللي بيبني بالبيوت، الانثى سكن والذكر امان. لو اتضربت الحتتين دول اعرفوا ان البيت ده عمره ما يبقى سعيد ونهايته طلاق. تاني الانثى سكن. يعني ايه سكن؟ يعني انا يبقى جوزي بره، يعني اقول لك طلعان يعني في شغل ومسؤوليات ومشاكل وصداع وحاجات كتير بتحصل له، لما يجي يدخل البيت يحس عارفين السكن ده، يجي يلاقي واحده مش اقول لك ريحتها حلوه، يجي يلاقيها نظيفه وريحتها حلوه، بيتها نظيف هاديه، مش تقعد تزعق وتشيله هم الدنيا وتشيله هم الناس وتقعد تحكي وتقعد تتكلم وولادك لا مش كده. هو بيشتغل وبيعمل، خلي البيت ليه سكن. ممكن اكلمه في مشكلات بس يجي ياكل لقمه، يشرب فنجان القهوه بتاعته، يقعد رايق وهادي وانتي بضحك وبحب، ايه رايك في كذا وكذا، عايزين نعمل كذا مع الولاد، ايه رايك؟ بحب. هو مش ملوش ذنب ان انتي ولادك ما بيسمعوش كلامك طول النهار، هو ملوش ذنب ان انتي راجع من شغلك تعبانه، هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب، ده دورك وده دوره. ونفس القصة بالنسبة للذكر، انت امان لمراتك. بصوا بقى خدوها مني كلمة، الانثى والزوجة مهما كانت بتحب جوزها ومهما كانت متعلقة بيه ومهما كانت بتعشقه، الحاجة الوحيدة اللي بتخليها تفكر في الانفصال والبعد هي عدم الامان. عدم الامان انها في ثانية يقول لها طلعي بره، في ثانية يقول لها هطلقك، في ثانية يقول لها انا مش عايزك. عدم الامان ده هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليها تستغنى عنه حتى لو روحها فيه. عدم الامان كمان لما ما يكونش لها سند، لما ما يكونش لها حماية، لما تتعرض في موقف ويسيبها ويتخلى عنها وبقاش واقف معاها. انت امان، صمام امان في بيتك. عارفين الاسد ملك الغابة
هو ده بالظبط الذكر في بيته يقعد انا عارفين حمايه. لكن لما تبقى انت اصلا يعني اقول ايه بقى، انا كنت اعرف حد بتقول لي يا دكتور انا كنت افضل في الشارع اخرج والف واشتغل، ركزوا بس، تعدي عليها الساعه 11 بالليل، الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل وهي بره، تخيلوا ايه اللي يحصل. الساعه 2 تروح تلاقي نايم جنب بنته وحاضنها، حتى ما قالهاش انت فين، روحها فيه بس انفصلت عنه. هو ده راجل؟ مش بس كده، فين الحمايه، فين الامان، فين السند، فين؟ لكن ايه ده، ايه ده؟ من اهم اساسيات البيت السعيد اللي بجد هو توزيع الادوار. توزيع الادوار جاي هنا من ايه بقى؟ من ان تبقى الزوج عليها دور والزوج عليه دور، في مشاركه بينهم، هي عندها امكانيات بتديها للرجل والرجل عنده امكانيات بتديها للست، فهي علاقه تكامليه. ما ينفعش هي بس، لو الست ربت ولد بيطلعوا ايه بقى، مش قادر اوصف لكم، ولو الراجل ربى بنت لوحده بتبقى طالعه، عارفين انتوا باين عليها ان الذكوره، انما سبحان يعني اقول سبحان الله بجد، لما الذكر والانثى مع بعض بيطلعوا ولاد انتوا مش متخيلين عامل ازاي، بس لما يكونوا هما الاثنين اسوياء مع بعض. البيت السعيد بجد بيتبني على ان الله اكبر. يعني ايه الله اكبر؟ يعني الزوجه هي، انا بعتبر ان في الحته دي الزوجه عليها عامل كبير جدا جدا جدا، لان الزوجه بطبيعتها عندها القلب يعني العاطفه اكبر بكتير، عندها القلب كده بيتحرك على طول، تلاقيها حساسه، تلاقيها كذا، عشان كده الجانب الروحاني عندها بيبقى عالي شويه. كبري ربنا في بيتك، حطي ايات من القران علقيها اللي هي تديكي طمانينه ودافع، ادي ولادك ربيهم على ان ربنا اكبر، ولاد جوزك نفسه ادي له دعم وبوش ان ربنا اكبر، لما يجي لك بمشكله وهو راجع مش تقولي له انت طول النهار بتضحك مع اصحابك وجاي تبوظ لنا، بيتقال كده صح؟ لا ما تقوليلوش كده، قولي له ربنا اكبر، اصبر هيحلها، اصبر بس وشوف ربنا هيعمل معانا ايه. لما بتديله الكلام الايجابي ده والله بيمسك فيك، عايز يعمل لك اللي انت نفسك فيه وما يقدرش يستغنى عنه. فنصيحه مني النهارده بقى، اقعدي كده يا اللي بتسمعيني ورقه وقلم وشوفي كده كل الحاجات دي، اسمعي الحلقه تاني موجوده في بيتك ولا لا، لو مش موجوده راجعي نفسك قبل فوات الاوان. يا رب الحلقه تكون دخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالخير، اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.